التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في تواصل أمسية هذه الليلة الجميلة والرائعة في سن الثنايا. ينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الحادي عشر في أشواط أمسية هذه الليلة في الثمانية كيلومترات، منطلقا لأكمال هذه الاندفاع وهذه الجولات في سن الثنايا مع هذه الأمسية الجميلة والرائعة الذي حملت لنا الذهب وحملت الكثير والكثير من الإنجازات والأسماء والتحدي والأثار الحاضر. انطلق الشوط الحادي عشر بالإبكار الثنايا الأصايل الذي أو بالجعدان هذا الشوط بالجعدان الثنايا. انطلق الشوط الحادي عشر يحمل الجعدان الثنايا بشعارات ومؤسسات أصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. انطلق الشوط وانطلقنا مع المراكز الأولى مع هذا الاندفاع مع هذه الانطلاقة. نعود إلى المركز الأول وإلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. نسير مع المقدمة مع بن زيتون شعار يهجن الرياسة في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل. صايب يا صايب من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون يقدم صايب وانجازاته. ياتي المركز الثاني ويندفع على ثاني المراكز الواعي من هجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري يتولى عملية التضمير والتدريب. ناخذ المركز الثالث ونندفع مع ثالث المراكز وبنلقى مهيض من هجن الشحانية يضمر فاران بن محمد بن حمد بن قريع يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هذا أشقر لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر محمد بن عبد الله بن حميدان يأتي على المركز الرابع. المركز الخامس وهذا مذخور من هجن الشحانية يضمر فاران بن قريع المري يأتي على المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس عندك يا راعي صوغة يتواجد وبران من هجن الرياسة سعيد بن مظفر بن محمد العامري يتولى عملية تضمير وتدريب. بينما هناك مع بن زيتون كذلك هجن الرياسة على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن أشوف التقدم من سياف من هجن الشحانية جار الله بن عقيل البرنسة يتولى عملية تضميره. المركز التاسع ياتي في المركز التاسع شوعان تعود ملكية مشاهدين العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود يضمر سعد بن محمد بن سعد المري ياتي بهذا الاندفاع في المركز التاسع ولا العاشر التاسع. أما المركز العاشر ليكمل النداء بهذا الانطلاق حوام ياتي في المركز العاشر من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يضمره. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. المنطلقة مع الجعدان الثنايا في شوطنا الحادي عشر الجعدان الثنايا والأخوة المضمرين الشعارات العملاقة الملتقى في المرموم في دبي في ختامي المرموم جميل للقاية في هذه الأيام الفضيلة أيام شهر رمضان المبارك في هذا الملتقى الجميل في هذا العرس الخليجي الذي جمع ملاك الهجن ومشجعيها وجماهيرها في هذا الميدان
ميدان تحفة الميادين في المرموم، انطلقنا مع المراكز الأولى، عدنا مرة ثانية بعد أن تابعنا العشر مرة ثانية للتغييرات لتبادل المراكز طيلة هذه المسافة 8 كيلومترات. نسير مع المركز الأول الواعي اللي غير من هجن الرياسة، يقود صالح بن سعيد بالعري المري، يتقدم على الجعدان ويتسيدهن ويتحمل مسؤولية الشوط في قيادته، بينما مهيض من هجن الشحانية ياتي في المركز الثاني، وياتي فاران بن محمد بن قريع يتقدم على ثاني المراكز، صايب على المركز الثالث، صايب من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون، المجازف بوسعيد كذلك متابع لصايب، مقدم نوعيات جميلة ورائعة للقاية. نسير مع هذه اللحظات مذخور اللي في المركز الرابع من هجن الشحانية أيضا بن قريع يتقدم في عملية التضمير والتدريب. أما المركز الخامس عليه منافسة، عليه مناوشات، ولكن في خامس المراكز هذا هو وبران من هجن الرياسة، يضمر سعيد بن مظفر بن محمد العامري في المركز الخامس. المركز السادس ياتينا سياف من هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل يتابع في عملية تضميره. والمركز السابع بكمل الندى الثاني، ركز معايا الجمري في هذه المتابعة، وهذا حوام هجن الشحانية محمد بخالد العطية يتولى عملية تضميره، موقع المركز الثامن في هذه اللحظات، المركز التاسع هجن العاصفة، هذا شاهين، نعم شاهين من هجن العاصفة يضمر غياث الهلالي. والمركز العاشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هذا أشقر يضمر الراقي محمد بن عبد الله بن حميدان. هذه النتيجة للعشر المراكز ذعتها لحضراتكم للمرة الثانية على التوالي، والثلاثة كيلومترات وتقريبا خلاص العشر، ولكن إذا كانت متقاربة لا يمنع ذلك من إذاعتها، ولكن بعد الإذاعتين خلاص بنكون مع المراكز الأولى الخمس الأولى المتقدمة التي تأتي بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق. أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى المقدمة مرة ثانية، أشوف هذا التحدي. بدينا في الثلاثة كيلومترات، بدينا في حزام القابات على اليمين، هذا المنظر الرائع الجميل في هذه الانطلاقة، ولكن أعود مع بالعري الذي يقود الشوط ويتقدم مع الواعي، مقدم الواعي بشعار هجن الرياسة، صالح بن سعيد الجربوعي المري ياتي في تضميره وتدريبه، ولكن بن قريع من أحد الشباب، ما شاء الله من أحد الشباب الذي برز بقوة وبأداء جميل وانطلاقه مع شعاري هجن الشحانية، وهذا مذخور من هجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع المري يقدم مذخور على المركز الثاني، ويقدم مهيض بشعاري هجن الشحانية على المركز الثالث. صايب أيضا حظى بجماهيرية صايب، هذا هو من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس هذا سياف هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل البرنس كذلك الذي قدم إبداع جميل في خصيصا في هذا المهرجان وهذا الختامي، وبالذات في اللقاية ومع عسيل. الله أشكرك يا البرنس، أشكرك على هذا الأداء وعلى هذا الحضور الذي يأتي دائما وأبدا في الختاميات. عموما على كل حال بعود في مسار الشوط بتابع المراكز الأولى، بنطلق مع المقدمة لأن الشوط متقارب، وهذا يدل على الأثارة، يدل على التنافس، كذلك يدل على التكتيك من المضمرين في الأوامر والمتابعة والتركيز.
المركز. عموما على كل حال اعود مع المركز الاول، هذا مذخور من هجن الشحانيه، فاران بن محمد بن قريع يدير تضميره ويتابعه، بينما صايب مشاهدي العزاء وانجازاته، صايب من هجن الشحانيه محمد بن عتيج بن زيتون المجازفه يتابع، ما شاء الله اداء وشكله جميل، يعني اعتقد ان بينطلق، ان بيغير غير هذا المسار وغير هذه الانطلاقه، لانه باداء جميل وشكله رائع وانجازاته سابقه كثيره. عموما على كل حال لا يقلل ذلك من المشاركين كذلك لهم انجازات. عموما على كل حال الكيلو الاخير وصايب غير على مقدمه الشوط من هجن الرياسه محمد بن عتيج بن زيتون، ومذخور مع صايب، مذخور من هجن الشحانيه عتيج، او ياتي مشاهدي العزاء بن قريع، نعم اللي يضمره فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري على المركز الثاني في هذه الانطلاقه، في هذا الاندفاع، يا سلام. وصايب ولكنه غير مذخور وصايب وراعي صوغه يتختل للجميع، ولكن خلاص الظاهر انه قلت لكم صايب يا سلام صايب على المقدمه على المركز الاول من هجن الرياسه محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ينطلق مع هذه التحديات، ينطلق مع المركز الاول، صايب على المركز الاول. انتظروه هناك في الوثبه تقريبا في الرموز، هذا هو، لن حمل رموز كذلك في سجله، حمل رموز في سجله في هذا الانطلاق وقدم هذا الاداء الجميل. شكرا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، شكرا ابو سعيد، تهانينا والناموس وهجن الرياسه، تهانينا على الفوز وعلى فوز صايب بالمركز الاول. المركز الثاني مشاهدي العزاء مذخور من هجن الشحانية، المركز الثالث من هجن الرياسة، المركز الرابع من هجن الرياسة، والمركز الخامس من هجن الشحانية سياف. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نعود مع هذه الانطلاقة، ونعود للتوقيت الزمني في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع مسار الشوط وانطلاقاته وتحدياته في هذا الانطلاق. هذا صايب قطع المسافة في 12 دقيقة 19 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز، بينما مخرجنا ياخذ المركز الثاني، ونشاهد 12 دقيقة 21 ثانية، 9 أجزاء من الثانية هجن الشحانية. تهانينا لبن قريع على فران بن قريع المركز الثالث، هجن الرياسة أيضا تهانينا 12 دقيقة 21 9 أجزاء من الثانية، وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من أتى مع هذه الانطلاقة على ثالث المراكز، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.